ضم إلينا مباشرة من بغداد مراسلنا علي عبد الكريم. علي، أهلا وسهلا بك. ما الذي يحدث من حولك وما هي آخر التفاصيل المتوفرة بخصوص الجريمة؟ نعم، أهلا بك زميلتي وبكل مشاهدي قناة دجلة الفضائية. وصل قبل دقائق من الآن فريق من وزارة الداخلية ومن الشرطة الاتحادية لتعزية أهالي المقتول، بالتالي الأمور تتفاعل هنا. هناك جدية ومتابعة حثيثة من قبل وزارة الداخلية لمحاسبة الضابط القاتل كما يطلق عليه هنا من قبل أهالي المغدور. سنتحدث معهم أكثر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شنو اللي صار بالضبط؟ الزارع بالزراعي مال العبيدي ممنوع هو البناء، بس بين وبين المنطقة أكثر من 80% مبنية، والسيد رئيس الوزراء قال إذا أكثر من 80% جائز البناء. المهم أجتي المغاوير، جتنا بلاء ما أعرف دورية، فقال كانوا الولد ينظفون بالبيت، هم اثنين أخوة ينظفون بالبيت، مو بناء، ينظفون بالبيت. طلعهم قال لهم ايش قاعد تسوون، احنا مو مانعيكم، قبل اسبوع اجيناكم. المهم فراد قال لهم هذا السقف بعد ما مبني، فهذا السقف ما ينبني الا ب 750. رشوه. رجع النوب قال له سجاد، الله يرحمه سجادنا، قال له انا ما عندي بس 150. قال له السالفة ما تصرف لي، ابكم شو خذوا كم اشي منا ومنا جنود اثنين، اخوه شاف عنده غيرة دفع واحد من الجنود، الاخ سجاد دفع من هذا الثاني، سحب هذا المسدس نفذ على سجاد بصدره الضابط النقيب احمد، والثاني ابنه اللي ما مذكور انضرب شطح بطلقة ثانية باللحم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا صارت أطالب اليوم نشوف فريق من وزارة الداخلية اليوم موجود. أريد القانون 406 يطبق، مو 405، أريد 406، هذا مطلبي. وكل المفرزة محاسبة كل، مو بس النقيب، محاسبة الكل. وهذا صاير الكتل صاير، بس ما نتمنى من الدولة، من ابن الدولة، يعني هو خريج ودارس وتعبان على روحه، مو مثل واحد زين من الناس اللي يقتل. شوف اليوم اطفاله، اطفاله شوف شنو بعمر الورد جاي ابن لهم بيت، شنو ذنبهم؟ دشوفهم يعني شوف حالتهم، شو تريد مثلا توصفهم؟ شنو من لهم ذولا العافهم؟ وواحد مصوب لحد الان هسه بالمستشفى راقد، ما نعرف وضعه شنو، ولحد الان ماكو كل اجراء، بعد يقولون بالوحده مالته اصلا ما واصل للمركز. اليوم فريق من وزارة الداخلية نشوف موجود هسه اجي، راح نتحدث وياهم ايضا نستفسر عنهم اكثر عن الموضوع. وزارة الداخلية شاهدنا جدية من عندها، نزلت بيان قبل قليل تحدثت به ايضا عن الحادث. حسبي الله ونعم الوكيل، نقول على هذا الوضع، هذا الوضع كلش استهتار، يعني استهتار بحياة المواطن. هسه هو رجل فقير وجاي وما جاي يبني، هسه لو اكو عماله وقاعد يبني، هو قاعد ينظف بهيكل، هيكل ينظف، اجى عليه قال له شنو وخر مدري شلون افلشك ما افلشك، منطيه هو 250 قبل، فصارت العمله علنيه. يعني هسه بنقول يقول شلون الضابط يقول له مو صارت اكو الا سابقه ما اخذ 250، قال له لازم تعطيني بعد، شال له 150 ما قبل، قال له الا 750، زين ارد افتهم ودي، هسه نريد نفتهم احنا الدوله بيدنا، يعني هاي الشغلات بيد الامانه، بيد الشرطه، بيد الاتحاديه، ما نعرف شنو، هسه انت قل له يابا هاي العراق كله خير، يعني هسه ميزانيه الدوله ثلاث ارباعها فوق النص الرواتبكم، الرواتبكم النوب تيجي تاخذ من الفقير يوم 10,000 دينار يشتغل عماله، ماكو هيك شيء عمي. مستهضمين ابن الدوله، يعني نحاول مستهضمين ابن الدوله، هذا شلون يقاتل؟ نطلب احنا من رئاسة الوزراء القصاص العادل بي، نطلب باعدامه، والله شنو ذنبهم هذا؟ اذا ما صار انه الدوله اخذت لانه هو ضابط وما ادري شلون وكاسر جامه مال السياره ويقول تهجموا عليه وكسروا ايدي، هذا كله ماكو، ما اله صحه، عندنا تصوير وعندنا اثبات وهذا الشيء ما اله صحه، واذا دوله ما اخذت الاجراء احنا ناخذ الاجراء بدين. تمام،
خلينا نتحدث ويا الجهه الرسميه اللي جايتكم. تفضل وياي زميلنا المصور، نحاول نتحدث ايضا مع وزاره الداخليه والفريق اللي جاي ايضا من وزاره الداخليه. هناك تحقيق عاجل، هناك ايضا يعني فريق من وزاره الداخليه وصل الى هذا المكان، راح نحاول نتحدث وياهم بشكل مباشر. السلام عليكم، احنا ببث مباشر، الاخوان هنا عندهم الكثير من التساؤلات نحاول نجيب عليها. شلون تنظرون اليوم لمثل هذا الموضوع؟ احنا حقيقة اولا وزارة الداخلية السيد المعالي اليوم كلفنا كوفد رسمي رفيع المستوى، وانا كمدير عام العشائر اليوم امثل كل عشائر العراق، يعني اليوم كل عشائر العراق جاية الى هذا مجلس العزاء. حقيقة اليوم السيد المعالي مستنكر هذا الفعل جملة وتفصيلة، واتخذ الاجراءات القانونية بحق هذا الرجل. وقبل شوية كان نشر لوزارة الداخلية أنه الرجل أودع التوقيف وشكل عليه مجلس تحقيقي. اليوم السيد المعالي ما يسمح أنه الاعتداء على الناس لهم هيبتهم ولهم مكانتهم، ذولا أولاد عشائر. لكن اليوم احنا كوزارة الداخلية كمديرية شؤون العشائر اليوم جاي نتخذ الإجراءات العرفية بهذا الاتجاه، وأما أخواني قائد الفرقة وأخوان الضباط جاي ياخذون يتخذون الإجراءات القانونية، ينورون على الإجراءات القانونية بهذا الاتجاه. احنا نرتب قضية الأعراف العشائرية كهدنة عشائرية وكعطوة عشائرية. احنا دائما تلاحظ أنه بالنزاعات العشائرية مشكلة القاتل أو الجاني، لكن اليوم القاتل أودع السجن اليوم، هذا عقابه وشكل عليه مجلس تحقيقي. الناس انه ضابط يقتل مواطن، يعني الضابط هو يحمي الناس، يحمي المواطنين. هذه صايره اجراءات موجوده اليوم وصايره عندنا في المجتمع العراقي، ومرينا بكثير من الظروف، ومرينا انه عدم الاعتداء على موظفي الدوله او ابناء العشائر او كذا، هنالك قوانين تحاسب بهذا الاتجاه، وثقفنا كثير على هذا الموضوع. احنا ما نسمح ايضا الاعتداء على موظفي الدوله، هنالك قرار المشرع العراقي رقم 24 لسنه 97. واليوم لكن اليوم فعلا انه الضابط المفروض هو اليوم يتعامل بمهنيه وانسانيه. الرجل هذا المفروض اكو اجراءات اخرى ان يعتقل هذا الرجل، لكن اليوم كما تعلمون انه الساعه الشيطانيه بعد، وترتب هذا الموضوع بهذا الاتجاه. احد الاخوان يصرح؟ اذا يعني هذه هي الاجراءات، وايضا يعني شاهدنا وزاره الداخليه اخذت كل الاجراءات الكامله، الضابط هو قيد التحقيق. نعم. والان في السجن، وهذه يعني هذه الحاله تحظى اليوم يعني باستجابه عاجله وايضا اهتمام خاص من قبل وزير الداخليه. نعم نعم، مراسلنا من بغداد علي عبد الكريم، شكرا جزيلا لك.